كل القلوب كانت متعلقة بتلك الشاشة الكبيرة بمشاركة شبان حالمين رأوا في فن السينما ذلك الضوء الساحر في نهاية النفق. اختتم مهرجان سينما الشباب والأفلام القصيرة فعاليات دورته السادسة في دار الأسد للثقافة والفنون بحفل فني منوع تضمن إعلان النتائج وتوزيع الجوائز. جائزة لجنة التحكيم الخاصة تذهب إلى فيلم كنا ما نزلناكم خليناكم هنا بيت بيت أريد دوارة ونور خير أنام. الشباب هم مصدر الإلهام الحقيقي لأي مهنة فنية في الدنيا، كانت مسرح، سينما، رسم، فن تشكيلي، كل هذه الصنوف تحتاج دائما إلى دماء شابة. ونحن في وزارة الثقافة بدأنا هذا المشروع قبل 6 سنوات، وبدأناه في زمن صعب، هو زمن الحرب على سوريا، وهذا يعيدنا إلى مقولة أؤكدها دوما بأن الأمم العريقة دائما تبتدع الحلول وتكتشف دائما المواهب في أزمان الشدة. ولقد أثمر هذا الموضوع أن هؤلاء الشباب حققوا فيلما طويلا. دائما تثبت لنا هذه التجربة أنها بمكان ما مهم جدا ومصيبة، بمعنى أنه عندما دائما نكتشف من خلال هذا المهرجان وجود بعض الأفلام المتميزة الحقيقية أن أصحابها يملكون عيون نقية، بمعنى يستطيعون استخدام أدواتهم السينمائية بشكل صح ويستطيعون أن ينقلوا ما هو على الورق بشكل سينمائي جيد إلى الصورة. هذا دائماً وأبداً كان الهدف من هذا المشروع. في مستوى مختلف عن السنوات الماضية، هذا دليل على تطور هذا المهرجان. وفي كلمتي أنا هلأ كلجنة التحكيم سأشير إلى كثير من العناصر اللي اعتمدناها في تقييمنا لهذه الأعمال، وأهمها هي أنه اللمسة السينمائية، يكون في شاب موهوب عنده لمسة سينمائية قادر يتعامل مع السيناريو، قادر يعني يترك بصمة فنية على مستوى عناصر الصورة مثل الإضاءة والصوت والمؤثرات والتعامل مع الممثل. للشباب لندعمهم أوقات يعني بتاخد باعتبار أشياء معينة، لأنه أكيد هن شباب بعدهم بلشين، فما فينا كتير نحكم عليهم بقساوة الاحترافية القاسية، بس أكيد يعني يكون خيارنا أنه منطقي وخيارنا شيء ليدعم عن جد الشباب اللي عن جد موهوبة. بالنسبة إلي كانت تفاصيلي كتير صعبة لأن كتير شخصية إلي علاقة بعائلتي وتحديداً بأمي، 30 سنة عم تتعذب، زاد عذابها كتير بالحرب، كانت كتير بتمثل اللي عم بيصير بسوريا، انه نحنا كيف ما قهرناها وحتى لو ضلينا عم نقهرها ما بتبطل الا انه عم تعطينا، ما دارت وشها، ما انحنت، ضلت قوية وعم بتقاتل لآخر نفس. هي امنا سوريا. مبسوط كتير في هالجائزة وهدية لوالدي، وان شاء الله الايام الجاية رح اعمل شيء افضل من هذا. دائما انت اي حدا فينا يصدق نفسه ويصدق حلمه. أنا بصراحة وقت بلشت الدبلوم أو وقت بلشت فيلمي هدوء ما توقعت أنا أحصل على الجائزة، بس الشيء اللي كنت عم بعمله كان عندي قضية مؤمنة فيها عم بشتغل عليها، وكان في عندي الطريق اللي شايفته قدامي والحلم. بالنسبة للجائزة هي الحقيقة بداية مشجعة لحتى نتابع بطريق احترافية صناعة الأفلام، بدي تابع بصناعة أفلام قصيرة ووثائقيات، وإن شاء الله بدي نسق يعني مع المؤسسة لأنه تجربة كانت كتير مهمة. بتعني جهد سنوات، مو بس سنة الدبلوم أو سنة الدراسة أو سنين العمل الصحفي، لا هي بتعني من بداية دراستي بالأدب الإنجليزي. كنت حب هذا المجال، اكتشفت أني أنا كتير بحب الفن والأدب والنقد، وأنه أنا هنيك لقيت حالي ولازم يوم من الأيام هاي القصة تطلع، وإجا الوقت اللي طلعت فيه. نأمل مع الأيام اللاحقة أنه تكون الإمكانيات أو الدعم يكون أكبر لنقدر نعمل الشيء اللي بنحبه بأفضل صورة وبشيء يليق بأصالة وعراقة السينما السورية وتاريخها.